هو بس انا عايز اقول حاجة قبل ما نخش في الموضوع بتاع النهاردة. المحاضرة اللي فاتت كان الهدف منها انه من اجل عظمة الخدمة وعظمة اللي بشتغل معاه اللي هو ربنا، انا بقدر اقول له يا رب انا من اجلك امات كل النهار. يعني انا لو خادم بحس بالعظمة بتاعت اللي أنا بعمله وبعظمة اللي بشتغل معاه وعظمة الرسالة اللي بقدمها، ساعتها هقدر أقول له يا ربي من أجلك ممات كل النهار. قبل ما نخش في الموضوع بتاع النهاردة اللي هو الدرس التفاعلي، عايز أعرف إحنا خدام ابتدائي كام في المية؟ يعني ابتدائي وملايكة. طيب وخدام اعدادي كويس، خدام ثانوي، خدام شباب. طيب يعني في غالبية من ابتدائي مش كده واعدادي وكده. انا هحاول ان احنا يعني في وسط الكلام ناخد حاجة، يعني حاجات تنفع ابتدائي وحاجات تنفع اعدادي وثانوي وهكذا. الدرس التفاعلي بواضح من اسمه انه الدرس اللي بيحصل فيه تفاعل بين الولاد وبين الخادم بتاعنا، الخادم يعني. والخادم لو ما عملش درس فيه تفاعل، كتير من الولاد هيفقدوا منه، يعني كتير من الولاد مش هيفهموا ومش هيركزوا وبالتالي مش هيطلعوا بأي حاجة. أنا عايز أبتدي معاكم الموضوع بمقدمة كان كتبها دكتور مجدي فرج عن درس الطفل، بس هي تنفع لكل الدروس يعني، لكل يعني أطفال أو كبار. قال إنه سؤال في الأول كده، ليه كتير من الناس بنلاقيهم بيرتدوا؟ ليه عدد من الناس بنلاقيهم بيرتدوا يسيبوا الإيمان؟ وبعدين جاوب، قال لأنه ربما وهم صغيرين وهم لسه أطفال جم الكنيسة وبعدين انقطعوا فجأة عن الكنيسة ومحدش سأل عليهم، ففضلوا بعيد عن الكنيسة، وبالتالي لما اي حد هز ايمانه شوية كده ساب الايمان. ده دول مجموعة من الناس اللي هم بيقولوا عليهم مجوش، ناس مجوش اصلا. المجموعة التانية جم الكنيسة بس ربنا وعدهم بخادم ما كانش عارف يوصل لهم حاجة، مش عارف يوصل اي حاجة، وبالتالي جم كأنهم ايه مجوش، لانهم ما عرفوش اي حاجة. المجموعة الثالثة الخادم كان بيعرف يوصل الكلام كويس بس ما قدرش يحببهم في الموضوع، يعني يكلمهم عن الصلاة بس ما عرفش يحببه في الصلاة، يكلمهم عن الصيام بس ما عرفش يحببه في الصيام، فبالتالي هم عرفوا صحيح بس ما حسوش، ما حبوش الحكاية دي. المجموعة الثالثة أو الرابعة هم جم والخادم قدر يعرفهم كويس عن الصلاة مثلا وعرف يحببهم في الصلاة بس ما عرفش يديهم تدريب كويس يقدروا يتعودوا. طب نصلي ازاي يا أستاذ؟ ما جاوبش على السؤال ده، وبالتالي خدوا الموضوع عقلي فهم، قلبي حب الحكاية دي بس اعمله ازاي معرفش، فدول كمان ما تعودوش، وبالتالي بقى في ناس مجوش اصلا، في ناس معرفوش، في ناس محسوش، في ناس متعودوش. خلي بالكم وانتوا بتدوا ولادكم هتلاقوا ولاد كده، ولد ما بيجيش
محدش بيسأل عليه. ولد بيجي بس مش عارف، مش قادر، انت مش عارف توصل له الموضوع كويس، ربما يكون هو متأخر شوية في تحصيله جايز يعني، وربما انا كخادم اللي مش عارف. ولد جه وعرف بس ما قدرش يحب الحكاية دي، ما قدمتهاش بشكل حلو محبوب. ولد جه وعرف وحس بس ايه، ما تعودش، ما عرفش تديله تدريب يعني. وبالتالي الولاد اللي ما عرفوش دول كانت مشكلتهم فين؟ في العقل، ما عرفش بعقله. والولاد اللي ما حسوش مشكلته فين؟ في وجدانه يعني، في قلبه يعني. والولاد اللي ما تعودوش مشكلته فين؟ في السلوك. ولما نعمل التلاتة دول مع بعض تطلع حاجة اسمها الروح، ان الروح بتاعته تنمو. يبقى انا مهمتي كخادم وانا بقدم الدرس بتاعي انه ولادي يعرفوا وكمان يشعروا يعني يحسوا وكمان يتدربوا علشان الروح بتاعتهم تنمو. تمام كده، متفقين؟ وبالتالي الدرس بتاعي لازم يأثر نمرة واحد في العقل، يعني انه يعرف القصة، يعرف الموضوع، يعرف يعني عناصر اللي انا عايز اقولها له، يشعر بمشاعر معينة باتجاهات ناحية الرشوة مثلا، يعني يشعر بحبه للصيام، يشعر بفاعلية الصلاة، يسلك بحسب افعال تخليه يتدرب انه يعمل الكلام ده مظبوط. لو تفتكروا في الاباء الرهبان كانوا بيتلمذوا عن طريق ايه؟ عن طريق السلوك ده، انه يبتدي يكلمه انه لازم يتدرب على كذا، لازم يصمت، لازم كده، فيبتدي يتدرب على كده. وفي الاخر الممارسات الروحية زي حضوره بقى القداس وصلواته والعادات الروحية اللي تخلي روحه تنمو. لازم نبقى متأكدين ان ولادنا بيمسهم الدرس بتاعنا، بيمس ولادنا في الاربع حاجات دول. وبالتالي الهدف بتاعنا او الهدف بتاع الدرس، خلي بالكم شايفين المسطرة دي، المسطرة دي فيها العقل والوجدان والسلوك والايه والروح. لازم أأثر فين؟ في كل دول، لازم أأثر في كل دول. وبالتالي يبقى الهدف بتاعي آسف يعني، ده دي مراحل الدرس، هدف وبعدين مقدمة أو تمهيد وبعدين الدرس بحسب بقى السن وبعدين الاستجابة. الهدف ده بقى اللي هو أول واحد ده، لازم أول حاجة يبقى يعرف. ولازم في كراسة التحضير يا أحبائي تكتبوا كده، أنا عايز ولادي يعرفوا كذا، عشان يبقى واضح في ذهنك. ونمرة اتنين يشعروا بكذا، عشان يبقى واضح أنت عايز تروح ناحية يشعروا دي إزاي. ونمرة ثلاثة يتدرب على كذا، اللي هو السلوك والممارسات الروحية. لازم يعرف ويشعر وإيه ويتدرب. هل دول ثلاث أهداف؟ دول هدف واحد، هدف واحد بس بجانبه العقلي وجانبه الوجداني وجانبه العملي أو السلوكي يعني والممارسات. في آخر الدرس لازم اتأكد هو ابني وصل له الهدف ولا لا، يعني هو عرف ولا لا. اعمل ايه يعني عشان اعرف انه هو عرف؟ اشوفه فاكر ولا مش فاكر، اخليه يوصف لي حاجات، يعرض القصة، يقول كذا، يكرر الآية مثلا اللي قالها، يحفظ اسامي الاسباط مثلا،
واخدين بالكم؟ لازم ابقى متأكد انه فاكر. ودي اسئلة يسموها اسئلة التذكر، ولازم اتأكد انه فاهم مش بس فاكر، فيعرف يشرح ليه فلان عمل كذا، يعرف يقارن ما بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح، يعرف يلخص الموضوع في قصة صغيرة، يعرف يناقش، يعرف يستنتج، إنسان فاهم. يبقى أنا لازم أتأكد في آخر الدرس، ودي هنشوفها في الآخر، يعني إنه ابني فاكر بيتذكر يعني، وإنه إيه؟ فاهم، علشان أتأكد إنه إيه؟ إنه يعرف. طيب واليشعر لازم أخليه يختبر، أتأكد إنه اختبر الكلام ده، يعني يمثل مثلا لو ولاد صغيرين، يتخيل لو ولاد أكبر من كده، يلعب لو ولاد صغيرين أو في إعدادي. خلي بالكم التمثيل والاختبار واللعب والكلام ده بيعمل حاجة اسمها التوحد مع البطل، يعني أنا الشخص اللي بيمثل بتوحد مع البطل. وده تلاحظوه لما بتتفرجوا على تمثيليات، واحنا في رمضان بقى ومليان مسلسلات، ايه اللي بيحصل؟ تلاقوا الممثل ده بيقول لفظ معين، تلاقي نص مصر بتقول نفس اللفظ. ليه اللي حصل؟ قال اصل هم توحدوا مع البطل، ودي حاجة طبيعية في اي تمثيل. وانا بتخيل نفسي مكان موسى النبي وحكتب مذكراتي، فبتخيل نفسي بتوحد مع مين؟ مع موسى، فبحس بمشاعره، حس هو حاسس بايه. كمان يقدر يعبر، يعني يقدر يعبر ازاي؟ يقدر يرسم، يعمل عروسة، يبتكر حاجة، ده للكبار. يقدر يكتب رسالة. انا فاكر مرة يا شباب كنا بندرس للولاد عن شفيع الفصل، وكان شفيع الفصل هو ابو سفين، كان فاكر يعني الفصل كان كده. وبعدين قلنا لهم في الاخر، وزعنا عليهم ورق وجوابات، وقال لهم كل ولد يا ولاد يكتب جواب لابو سفين، يكتب له هو عايزه. واتفرجنا بعدها بقى على الجوابات اللي اتكتبت، قد ايه كانت جميلة جدا ورائعة جدا. وتبقى لو قعدنا سنتين نتكلم عن الشفاعة مش هنعرف نتكلم زي اللي عملته الجوابات دي. بقى ولد يكلمه يقول له يا ابو سفين رجع بابا من بره، انا وحشني. يا ابو سفين انا عاوز انجح علشان ماما نفسها ان انجح. ولد كتب يا ابو سفين اهدي ماما شويه علينا. عارفين الحكايه دي؟ يقولوا ان ماما كانت كل شويه تقول للولد خش صلي، قول له ربنا يهديك. فالولد يخش يصلي، يا رب اهديني. وبعدين بقى مره اتضايق قوي فقال له يا رب اهديني، بس وانت بتهديني وبهدي امي، يعني اهديها هي كمان معايا. لما يختبر ويعبر تقدر تطمن انه ايه؟ شعر. يتدرب انه يعمل بقى، يختار حاجة، يقرر انه حيروح مع صحابه ويجيبوا هدايا يوزعوها على اولاد اخوة الرب في العيد، مش عارف، يقترح انه يعمل حاجة، يصنع حاجة، وهكذا. ويشارك بقى في الممارسات الروحية، يعني يدعو الناس للقداس، يخدم في القداس، يتعاون عشان كذا وهكذا. يبقى الهدف بتاع اي درس من دروسنا لازم يعرف عشان اقصر فين في العقل، وبعدين يشعر عشان اقصر في الوجدان، وبعدين يتدرب ويسلك بالروح علشان أأثر في السلوك بتاعه، وأقدر بالأفعال التانية دي إنه يتذكر ويفهم ويختبر ويعبر ويعمل ويشارك، إني
يعني اختبر هو عرف الكلام ده والهدف وصل لاولادي ولا لا. بس خلي بالكم الهدف ده لازم يبقى فيه شوية صفات. اول صفة انه هدف واحد، سواء كنا بندي الدرس ده للكبار او بنديه للصغيرين. ما ينفعش وانا بدي درس عن الانبا برام اقول واحنا اتعلمنا من الانبا برام النهاردة الصلاة والعطاء والمواظبة على الكنيسة، لا 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 ما ينفعش. هو هدف واحد، انا المره دي عاوز اركز في الانبا برام على العطاء، يبقى هو بس العطاء هدف واحد، لان اكتر من هدف يضيع الولاد في النص، هدف يتشتته. هو هدف واحد. نمره اتنين انه يبقى محدد، سبيسيفيك، يعني محدد. يعني ايه؟ يعني انا عايزكم نتدرب على الصيام الصوم الكبير ده ان احنا نصوم لحد الساعة 11. بقى محدد اهو، انا حصوم لحد الساعة 11. نمرة ثلاثة او كده انه قابل للقياس، يعني حاجة اقدر اقيسها. ما ينفعش ادي ولاد هدف عن مثلا الحق. ايه بقى وبعدين يعني ايه الحق ده؟ ما اعرفش اقيسه. لكن ادي هدف عن مثلا الثقة في 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 ربنا، ده يعرف يتقاس. خدين بالكم، احط هدف انا اقدر اقيسه. نمرة ثلاثة ولا اربعة انه يبقى قابل للتحقق. يعني ايه قابل للتحقق؟ يعني ينفع يتعمل. ما ينفعش مرة يا شباب كنت بشوف الكراسات بتاعت خدامنا يعني في الكنيسة، فلقيت خادم بيدي سنة رابعة ابتدائي الدرس بتاعه من اخبار مقارة عنوانه كده، وبيقول بقى ان انبا مكاريوس، انا معرفش هو جاب القصة دي منين، كان بيغسل رجلين الولاد الرهبان يعني ويشرب المية دي. فالولاد بعد ما خلص الدرس ده يروحوا يعملوا ايه؟ يغسل رجليه ويشرب المية دي. اصبح الهدف ده هدف مش قابل للتحقق دلوقتي. جايز قدام لما يكبر ويقول له عن انبا بشوي اللي غسل رجلين وقال له لتلميذه غسل رجلين المسيح وقال لتلميذه اشرب، نقدر نفهمه انه ده معناه خذ البركة، مش القصد يعني اشرب وبس، لكن ليها معنى تاني الولد الكبير يفهمها لكن الصغير ما يعرفش يفهم. كمان لازم يبقى الهدف مناسب. انا فاكر لما كنت في اولى كلية جالنا متكلم في الاسر الجامعية، اسر الجامعة يعني، فكنا عاملين اجتماع في المروسية، فجالنا متكلم يكلمنا عن واجبات الزوج والزوجة. يا عم انا لسه في اولى كلية، انا لسه بتعرف كده يعني، واجبات زوج وزوجة ايه؟ كان طبعا الهدف غير مناسب، وبالتالي اول حاجة عملناها ايه؟ ان كل واحد طلع اي حاجة في ايديه وابتدى اخر حاجة انه يبقى محدد بوقت. زي كده انا عايزكم الاسبوع ده تعملوا كذا، انا عايزكم الصيام ده تعملوا كذا، محدد بوقت. وبالتالي انا لو خدت الحرف الاولاني من كل كلمة انجليزي تطلع في الاخر الاس والام والاي والار والتي، يطلع الهدف ده سمارت. عشان كده سمارت دي تلاقوها في الحاجات اللي بندرسها برا، يعني انه لازم الاهداف بتاعتنا تبقى سمارت. طب اقول لكم حاجة بقى على الماشي كده، اعرف ازاي ان الهدف ده واضح في ذهني؟ واضح، يقولوا هات ورقة وقلم واكتب الهدف بتاعك في جملة واحدة. لو عرفت تكتبه في جملة يبقى هو واضح في ذهنك، لو ما عرفتش يبقى لازم تعيد نظر،
الهدف لسه مش واضح، محتاج وضوح اكتر. ويقولوا لما تكتبوا ما تكتبوش في صورة سؤال، اكتبوا في صورة خبرية، يعني ما تقولش ما هي إرادة الله في حياتنا، ما انت لسه مش عارف، لكن قول إرادة الله في حياتنا قداستنا مثلا. ويقولوا لما تكتبوا ما تكتبوش بصورة تشبيهية، يعني ما تقولش أنا عايز ولادي يعرفوا أن الدم عمره ما يبقى مية. التشبيهات ما توضحش الأمور كويس، لكن اكتبوا صراحة كده. يقولوا الحكاية دي تساعدنا أن الهدف يبقى واضح. عشان أول حاجة مهمة في درسي بعد الصلاة هي أني أعمل إيه؟ هدف. والهدف يكون أنه يشعر، يعرف، يشعر ويتضرر، وأنه يبقى واحد محدد قابل للقياس، قابل للتحقق، مناسب، محدد بوقت. طيب نمرة 2، التمهيد اللي أنا بناقشه مع الولاد. خلي بالكم الولاد الصغيرين والكبار مش جايين بيحلموا بالدرس بتاعنا، يعني مش جاي عمال يفكر أنا هقول إيه. ده في ولد عمال يفكر مينا غايب النهاردة، مين هيقف لنا جون، محدش بيقف جون أحسن من مينا، عمال يفكر طول الوقت كده. وفي بنت عمالة تفكر بابا قال لي بعد المدارس الأحد هنروح نشتري لبس العيد، يا ترى أجيب جيب بكسر ولا أجيبها من غير كسر ولا أجيب بنطلون أحسن، عمالة تفكر في الحكاية دي. مهمة التمهيد أو مقدمة الدرس إنها تسحب الولد من عالمها الخاص وتدخله جوه عالم الدرس، يخش جوه عالم الدرس. التمهيد ده ممكن يناقش المشكلة، يعني المولود أعمى كان عنده مشكلة، إيه هي المشكلة؟ إنه أعمى. طب والأعمى ده يحصل له إيه؟ ساعات لما نشرح المولود أعمى نبينه كأنه كان عنده صداع، مش أعمى، ما شافش قبل كده النور، ما يعرفوش، يعني لما يجي يشتغل ما يعرفش يشتغل، يعني معنى كده ان ملوش مصدر دخل، يعني معنى كده انه كل شوية علشان يتحرك من حتة لحتة لازم حد يسحبه، وربما ما حدش يبقى فاضي ليه. ايه في مشكلة؟ الوظائف، يعني ايه لاوي؟ انا وانا صغير كنت فضلت فترة طويلة فاكر ان اللاوي ده اللي هو بياخد حقه بلوي الدراع، تفكر ان هو كأنه معناه كده، يعني معرفش ان دي وظيفة كهنوتية. يعني ايه المشاعر؟ يا ترى الراجل المفلوج المدلى من السقف كانت ايه مشاعره وهو نازل كده؟ ما كانش خايف الحبل يتقطع؟ ما كانش خايف يسوع يزعق انتوا كشفتوا السقف ايه اللي بتعملوه ده؟ جايز. المفلوج المريض بركة بيت حزدة يا ترى كان حاسس بايه وهو لما قال لي ربنا يسوع لقى انه مفيش انسان، ليس لي انسان، قالها بانهي مرارة دي؟ مليش حد. وهل انا فكرت في يوم او حسيت في يوم اني مليش حد؟ اتعاقبت في المدرسة وما كانش ليا حد يدافع عني، في شغلي الترقية راحت مني ومليش حد، وشايف زمايلي كلهم يعرفوا فلان وفلان وبيترقوا وانا قاعد كده، انا ليس لي انسان. لازم المشاعر، الاماكن بقى والزمان وهكذا. التمهيد ده امر مهم جدا، واحد المفكرين قال كده: من امتلك الخمس دقائق الاولى في درسه امتلك درسه كله. يعني اللي قدر ياخد الخمس دقائق الاولى دي ويخلي الولاد او اللي بيسمعوه يعملوا كده امتلك درسه كله. يحكي لنا سفر الاعمال لما بولس الرسول راح اتينا وكان مستني تيموساوس وسيلة باين ييجوا يعدوا عليه، فقعد يتمشى في البلد كده فلقى آلهة كتير خالص
وبعدين مكتوب لإله مجهول. فراح واخد الحكاية دي لما خدوه في أريوس باغوس يتكلم وقال لهم وقال لهم أنا شايفكم ناس متدينين جدا لدرجة أنكم بتعبدوا إله ما تعرفوش، أهو هذا الإله أنا جاي أكلمكم عنه. فالناس ابتدوا إيه يترطقوا دنهم، لا ده الراجل جاي يكلمنا عن حاجة مهمة وإحنا ما كناش نعرفها، واخدين بالكم؟ وبالتالي التمهيد ممكن يناقش الحاجات دي كلها. طب التمهيد ايه أساليبه؟ في مقدمات يسموها مقدمات كلامية. يعني ايه مقدمات كلامية؟ يعني بالكلام، يعني يقدم مقدمة تاريخية، انا هتكلم عن نحمية. نحمية جاي منين؟ من السبي، مش كده؟ طب ما لازم الولاد يعرفوا هو السبي ده كان ايه حكايته، والناس دول اتسابوا امتى واتسابوا ليه، والمدينة اورشليم بقت عاملة ازاي، علشان خاطر كده نحمية راجع، فلازم اعمل المقدمة دي. مقدمة جغرافية، مثل السامري الصالح، ويقولوا انسان نازلا من اورشليم الى اريحة. ايه نازلا دي؟ يقولوا اصل اورشليم كانت مرتفعة عن سطح البحر، واريحة نازلة لتحت وعاملة زي ما اكون انا في مستوى روحي معين، مستوى المقدسات، ونازل تحت على اريحة اللي يشوع لعن اللي يبنيها. ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بنحدر روحيا. فالتكوين الجغرافي يساعدني في الدرس. او علمية، ان انا اخد حاجة علمية كده، زي مثلا عارفين الضغط الاسموزي اللي هو النبات بياخد بيه الملح من التربة، من الاقل تركيز للاكثر تركيز. اهو الضغط الاسموزي ده يساعدنا جدا وانا بتكلم عن المعاشرات الرديئة مثلا، انه انا مهما كنت قافل وداني لكن هيحصل لي تلوث برضو بسبب الولاد بتوعي. او اقتباس من حاجة معينة او قضية معاصرة. الحقيقة المقدمات الكلامية دول في منهم حوالي 12 او 15 طريقة، يعني طرق. انا بس مش عايز اوجع دماغكم كتير، بس لو عايزين انا ممكن ابعت لكم حوالي 15 طريقة كلامية يساعدونا ان احنا نقدم تمهيد. او اني اقدم قصة، ابتدي بحكاية، والحكاية دي الناس يحبوها قوي، كبار وصغيرين يحبوا الحكايات خالص يعني، وتملى دماغهم يعني، وتوصل لهم الهدف بصورة شديدة جدا. او اني اجيب صورة، وفي مقولة بتقول الصورة تساوي 1000 كلمة. يعني مثلا لو انا جبت صورة لرجلين موجودة في مقطرة كده، قول لهم دي المقطرة اللي كان فيها رجلين بولس وسيلة. لو قعدت انا اشرح مقطرة دي كام مرة، ولد صغير كرة بتاعت البحر دي وبيضربوا الكرة، بس كل واحد بيحاول ان الكرة ما تجيش في ارضه، تروح بعيد. يا ترى كان الخادم ده عايز يقول ايه؟ ايوه، التدقيق بالذات في ايه؟ في الافكار. فاكرين القول اللي بيقول ان احنا ما نقدرش نمنع الطيور انها تعشش على رؤوسنا، لكن ما نقدرش نمنعها انها تحلق، لكن نقدر نمنعها انها تعشش على رؤوسنا. اقول لعبة كمان واسيب بقى الالعاب دي. كرة لسه، معلش. دول 3 فرق.
الفريق الاولاني ده هيقول ايه للفريق التاني، بس الفريق اللي في النص هيلغوش عليه، يعني يقول اي حاجه فيلغوش عليه. تفتكروا وعلى الفريق التاني ده ان هو يكتشف الايه، تفتكروا الخادم كان عايز يعمل ايه؟ ها ها كمان نعم ايوه التركيز في صوت ربنا، ان انا اميز صوت ربنا. معلش بقى هعدي شويه الالعاب دي. ممكن بالتشبيهات، يعني ايه تشبيهات؟ هقول لكم تشبيهه واحده بس منها. مباراه الجمال، واحد خادم من الخدام جه لولاده وجاب معاه شويه اقلام رصاص، واحد كبير كده جديد، واحد نص نص، واحد صغير خالص، وقال لهم احنا عايزين دلوقتي ندي جايزة ميس بنسل، يعني ملكة جمال الأقلام، هنديها لمين؟ تفتكروا الولاد هيقولوا ايه؟ الكبير القلم الجديد اللي شكله حلو، لكن الحقيقة مش كده، ده القلم الأصغر خالص اللي اتبرى 100 مرة علشان خاطر يخدم، هو ده الأهم. وكان الخادم ده بيتكلم عن الـ أو درسه يعني عن الخدمة والآباء الرسل. سامحوني إن أنا هعدي كده على طول، معلش أعدي ده كمان علشان آخر حاجة اسمها تجارب، إن أنا أعمل تجربة فتبين أنا عاوز أقول إيه النهاردة. زي مثلا ده خادم كان عنده ولاد صغيرين، والولاد الصغيرين بيكذبوا كتير، عارفين الولاد لما بابا يقول له قول أنا مش موجود، فيقول له بابا بيقول لحضرتك أنا مش موجود، فهو كده. فالولاد عارفين أو بابا قايل لهم إنه في كذبة بيضة وكذبة سودة، والكذبة اللي بيكذبها دي كذبة بيضة، والكذبة التانية كذبة سودة، والكذبة السودة أكبر من الكذبة البيضة. فجاب قوسين كده، حط الكذبة البيضة فوق الكذبة السودة، العكس يعني، والكذبة السودة هي الأكبر فبانت أكبر. وبعد كده قال لهم تفتكروا مين الأكبر في الذنب، يعني الكذبة البيضة ولا السودة؟ قالوا له طبعا السودة، واضح ان البتاع كبير. لما يحطهم على بعض هتلاقوا ان الاتنين قد بعض بالظبط، مفيش فرق ما بين الكذبة السودة والكذبة البيضة. اقول لكم واحدة غير دي، التوبة والاعتراف، دي حلوة. كان بيكلم ولاده عن التوبة والاعتراف، فجاب ازازة وحط فيها من جوه شوية خل، وبعدين حط بالونة، جاب بالونة كده وحط فيها بيكنج باودر، عارفين بيكنج باودر، وقفل عليها جامد، وقال لهم أي إنسان بيخطأ بيغلط بيبقى عامل زي البالونة دي، مطاطي راسه ومتضايق وزعلان لحد ما يروح لأبونا، وأبونا يقرأ له التحليل، راح مطلع صليب ومسك البالونه وراح عادلها، وابتدى كانه بيقرا له التحليل يعني. فلما اتعدلت البالونه ايه اللي يحصل للبيكنج باودر؟ ينزل تحت فيتفاعلوا مع بعض ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون بشده، فتلاقي البالونه راحت واقفه كده، وقالوا اهو قام راسه تاني، يعني قام راسه تاني. مره كنت بعمل التجربة دي في عزبة النخل، فما قفلتش كويس على البالون، فالراجل فلسه بحكي لهم كده، راح غاز ثاني اكسيد الكربون واخد البالونة وطاير في السقف، قالوا لي ده مش بس تاب، ده صعد طلع لفوق يعني. اكتفي بقى بالتجارب دي، هما تجارب كتير بس اكتفي بيها.
ده التمهيد. طب الدرس بقى، درسك نمره واحد لازم يبقى خلطه ارثوذكسيه. يعني ايه خلطه ارثوذكسيه؟ يعني في كتاب مقدس، وفي من اقوال الاباء، وفي حته من الليتورجيه، وفي جزء من التاريخ، وفي جزء من التقليد او الهويه القبطيه وهكذا. يعني مثلا لو انا بدي درس عن العطاء، لازم اقول ايات عن العطاء، من يتراءف يقرض الرب مثلا. لازم احكي عن قديسين العطاء، ده تاريخ زي انبا برام. لازم اقول حاجة فيها هوية قبطية، اقول انه كان ايام العصر الفاطمي حارة الروم بيعملوا فيها تكية للولاد، يعني مكان ياكلوا ويشربوا فيه، في كنيسة القديس سرجيوس والقديس مرجرجس. فكان الولاد الناس يروحوا ياكلوا ويتعالجوا ببلاش، وكان الولاد الصغيرين يقعدوا يتنططوا ويغنوا ويقولوا واحد اتنين سرجي مرجي، سرجي يعني سرجيوس ومرجي يعني مرجرجس، انت حكيم ولا تمرجي؟ عارفين دلوقتي زودوا عليها وقالوا نفسي ازورك كده بشوية حاجات تانية، يعني ما كانتش موجودة في القصة. لكن درسك لازم يبقى خلطة من الحكاية دي. كمان خليك كلامك جذاب. كلامك جذاب ازاي؟ خليك واثق. يعني ايه واثق؟ اول ما تقف قدام ولادك ما تتكلمش على طول، استنى لحظات علشان عينيك تشوف ولادك ويحصل ما بينكم كونتاكت كده، ما تتكلمش على طول، امتلك الدقائق الاولى. يعني حضر تمهيد كويس يخلي الولاد يحكوا في دماغتهم. بص للوجوه المشجعة، يعني مش دايما تبص للوجوه الكسلانة، بص كمان للوجوه المشجعة. مرة كنت بقول كلمة في ماري مرقص الجيزة، وبعدين بصيت ورا كده لقيت واحد مقشر قوي، فقلت وانا قلت ايه، قلت ايه ضايقه يعني، فقعدت بقى مشغول باللي انا قلته وعمال بتكلم في الجديد، وبعدين ابص له تاني الاقيه كشر قوي، قلت وانا جبت سيرة بابا ولا في ايه، وبعدين كشر قوي فين وفين، قلت موضوع بايظ خالص يعني علشان تركيزي فيه. واول ما خلصت لقيته قال اتاري عنده مغص كلوي ومش عايز يسيب الكلمة ويمشي. قلت له يا عم كنت سيبها يا عم، ويعني امتلك، بص للوجوه المشجعة، وتخلص من سلطان الورق. يعني انا كاتب الكلام في الورق، ما كاتبه بس ما ببصش فيه الا الايات الاقوال الاباء كده. لكن افرض انت مرتبط بيه خالص، وبعدين كان في مروحة في الصيف وراحت مطيرة، تلاقي نفسك يعني بقيت حاجة صعبة خالص. كمان كن واضح، يعني قول الهدف بتاعك، انا هكلمكم النهاردة عن كذا، سيب علامات على الطريق، احنا قلنا واحد كذا اتنين كذا، سيب علامات، عرف الالفاظ الجديدة. يعني ما تقولش وبعدين بصوا في الاوريم والتميم ايه يا عم اقف، يعني ايه اوريم ويعني ايه تميم؟ لازم كده ما تقولش وخيمة الاجتماع كانت بتعمل بقماش اسمنجوني، على ان الاسمنجوني ده يعني حاجة نعرفها كلنا، لازم نعرفه، الاسمنجوني هو قماش لونه لبني وكده. اهتم بالتأكيد الصوتي، ودي هتكلم عليها دلوقتي. واخيرا عدل البداية، يعني في نهاية الدرس لازم تقول انا كلمتكم النهاردة عن كذا. خليك كمان مرتب، مرتب زمنيا، يعني يقول الاباء من موسى وصموئيل وداود، ما تقولش موسى وداود وصموئيل، قولهم بصفة مرتبة. ربنا يسوع لما اتكلم على المكان قال لهم اذهبوا وكرزوا في اورشليم والسامرة واليهودية والى اقصى اورشليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض، بدأ من جوه وابتدى يطلع 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 بترتيب. رتب الحجج بتاعتك، يعني لو ولادك
مهتمين ابتدي بالحجة القليلة الضعيفة يعني وبعدين الأقوى، لكن لو ولادك دماغهم مش هنا ابتدي بحجة قوية يسموه أسلوب عكس الذروة، يعني ابتدي بواحدة قوية وبعدين انهي الكلام. معلش دول علشان انا الوقت خلاص. مسار القصة بتاعتك لازم يمشي بالاسلوب ده، مقدمة وبعدين جسم القصة يطلع 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 في الاحداث وبعدين العقدة دي القمة وبعدين الحل واخيرا النهاية. اي مسار للقصة غير المسار ده القصة دي تبقى فاشلة. طب انا القي القصة ازاي؟ يقولوا علشان تتدرب على الإلقاء لازم تتدرب إن صوتك يبقى كويس صحيح يعني. فيقولوا لما تتاوب كتير كده يعني تفتح الفكين دول يحصل ارتخاء للبلعوم، ولما تاخد نفس، عارفين تدريب النفس بتاعت الكورال، وتكتم النفس وبعدين تطلعهم في عدات معينة ده بيخلي نفسك أفضل. ويقولوا لما تقول نغم ثابت خصوصا اللي بيطلع من سقف الحلق زي كاف 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 جيم جيم جيم، ويقولوا عليك في البيت ده مجنون مجنون من كتر اللي انت عمال تقوله ده. وكمان تستمع لمبدع الإلقاء. مرة قلت أنا لازم أعمل حاجة كويسة للخدام ورحت ابتديت أسجل عمو حسن، ده كان برنامج بيجي الساعة 4:30 من في الراديو، والراجل ده كان مبدع جدا في إلقائه، فسجلت بقى حلقات حلقات كده وبعدين قلت إيه اللي أنا بعمله ده. فكنت عند سيدنا أنبا تودروس كان لسه أبونا سيئذور، فبقول له يا سيدنا بص أنا عملت إيه، عملت حلقات عمو حسن. قال لي برافو عليك، خد بقى أنا مسجل أبلة فضيلة في شريط تاني، لسه عند الشريط ده بخط ايد سيدنا مكتوب عليه حلقات أبلة فضيلة. كان عامله لنفس السبب، الاستماع للناس اللي بتلقي كتير حاجة كويسة جدا. كمان من ضمن الحاجات اللي تحسن إلقائك لغة الجسم، بيسموها البادي لانجوج، انك تتكلم بإشارة ايديك وبتعبيرات وشك، دي تدي كتير قوي. يقولوا دي تدي رسائل 55% من الرسائل اللي بنقدمها. طب امال ال 38 الباقيين فين؟ حاجه اسمها اللغه الفرعيه البارا لانجوج، اللي هو النبره اللي بقول بيها. يعني انا ممكن اقول لحضرتك اتفضل، يعني اتفضل اقعد، ممكن اقول اتفضل يعني مش اطلع بره، فواخدين بين الاثنين، وممكن اقول له اتفضل يعني خلاص ما فضلش غيرك اللي يتكلم، واخدين بالكم؟ ثلاث معاني لنفس اتفضل. كده لغة الوقفات، ان انا اقف، يعني اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. وانت واخدين بالكم الوقفة دي بقى، الوقفة دي خلت انت دي ترن جوه هنا. اليوم ان سمعتم صوته دي تاخد مجراها في القلب، دي يسموها السايلنت لانجوج. لغة المقاطعة، زي الابن لما شاف لما راح لأبوه قال له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستق، والأب يروح مكمل يقول اذبحوا العجل المسمن. دي تبين أحاسيس اللهفة بتاعة الأولاد. لغة السرعة، في سرعة متزايدة وسرعة متناقصة. سرعة متزايدة زي قال ربنا قال ليشوع لفوا حوالين الأريحة 7 مرات، فلف أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ولحد سابع يوم نفخ في الأبواق وقعت الأسوار. وخدي بالك السرعة عمالة إيه؟ تزيد، ممكن السرعة تقل. يقولوا كان الجبل بيدخن والناس تحت خايفة، موسى لوحده فوق، ربنا معاه فوق يقول له موسى موسى، السرعة ايه؟ قلت لتحت. الحاجات دي بتحيي الدرس، تخلي درسك
اكثر حيوية. معلش هقول اخر حاجة، انا اسف عشان الوقت، الاستجابة بقى لازم. فاكرين الهدف وصل لولادك ازاي؟ لازم بقى اسأل ولادي اسئلة تذكر وفهم، لازم اخليهم يمثلوا حاجة، يختبروا حاجة، والحكاية دي بتخلي الولاد يطلعوا اللي عندهم. مرة كنت بدي ولاد في تانية ابتدائي عن درس الابن الضال، بعد ما خلصناه قلت لهم ايه رأيكم يلا نمثله، بيسموها لعب الادوار يعني من غير سكريبت. فولد فيهم بص كده بيمثل الاب، وراح الابن رجع له بيقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، راح الواد رزع حتة قلم قال له اتأخرت ليه؟ مش قلت لك لو اتأخرت هلسعك بالكبريت؟ ففهمنا بقى ان الولد بيتلسع بالكبريت، واقنعنا بابا انه يبلاش الكبريت ده ويستخدم ولاعة اسهل يعني. كمان انه تقرر معاه ايه التدريب اللي هيتعمل وانك تتابع التدريب ده. انا متأسف ان كنت جريت بسرعة في الموضوع ده لان الوقت خلاص يعني بقى مش كويس. اشكركم جدا، لإلهنا المجد الدائم والكرامة الى الابد امين. معلش اللي فيكو بيحضر من المنهج بتاع الفرازة او منهج فلسطة البابا، هل فيكو بيحضر المنهج ده؟ زون كلنا صح؟ تدائي وملكة؟ ما خدتوش بالك من الحاجات دي؟ يعني نشكر حضرتك كتير لان احنا كده فهمنا المكتوب في المنهج بجد؟ يشعر ويفهم والحاجات دي كلها صح؟ ماشي. المحاضرة دي إجبارية، أي حد يدخل ختمة يذاكرها ويراجعها، هنحفظها له مش هنسيبها. اتفضل.